بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم زكريا عبد العالي، مهندس برمجيات. نستناو كشما يخشوا متتبعين صفحة ويدخلوا معنا. ونبدأ الموضوع تاع اليوم إن شاء الله اللي نتكلم على موضوع مهم، وهو هل المستوى الدراسي مهم لإيجاد عمل في الخارج ولا لا؟ لأني هنجاوب على بعض الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. برتاجيو. في انتظار دخول متتبعين صفحة إن شاء الله. انتظروا قليلا ونبدأ في الموضوع هذا المهم. كما قلت لكم، هو هل المستوى الدراسي مهم لإيجاد عمل في البرمجة ولا لا؟ هذا موضوع مهم جدا، والحمد لله بدأوا يدخلوا جماعة، وكنسنا زوز ولا ثلاثة ونبدأوا نهضروا الموضوع تاعنا. اوكي، دقيقة برك. لحظة ونبدأ إن شاء الله الموضوع. ما قلت هو موضوع مهم جدا، لقيت بعض الفيديوهات وعن عاقب عليها لأنها غير صحيحة في فرنسا أو في أوروبا، وممكن تغلط ناس كثير. أوكي، ما شاء الله كاين ستة من الناس. هنبدأ إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بونسوار خويا. كما قلت لكم، المستوى الدراسي لإيجاد عمل في البرمجة، هذا الموضوع. كي جات الفكرة راني تعبان ميت من الخدمة، راني هليمات هذه، سامحوني حتى الدروس موقفها لأن العمل يسمى شوية ضغط في العمل. دوكا نجاوبوا على الأسئلة، بالأقل ما كانش أسئلة دركا، خلونا نهضروا ساعة في الموضوع هذا. لاحظت باللي شفت ثلاث فيديوهات، اخر فيديوهات عنده من البارح، البارح نعم، ثلاث فيديوهات. الفيديو الاول من اخوه الله اعلم مروكي، الثاني جزائري، والثالث جزائري. والثالث اللي شفته هو من فيديو في واحد الصفحه على ديزاد ديفلوبر، هو الاخ في امريكا ويهدر على امور ثم ما شاء الله عليه. انا مش ننتقده، بالعكس تشجعني هذه الامور، لان ماذا بينا كما قلت له هو اننا انا في اوروبا، ماذا بينا نسمع في امريكا كيفاش الحاله وكيفاش يعني الامور هذه. بالعكس تماما يهمني مع المعلومات اللي قدمها، وما شاء الله عليه، وما شاء الله اللي عنده معلومه كل قدمها في مباشر ولا غير مباشر ولا تسجيلي في اليوتيوب في الفيسبوك، وهكا نعاونوا بعضنا ان شاء الله. ان شاء الله اخوتي، كما قلت لكم الفيديوهات اللي شفتها قبل، وزدت شفتها في الأخ هذا من أمريكا، هو جزائري، وأعطاكم نصائح، لكن هذه النصائح هذه ما تتطبقش على فرنسا بالتحديد وفي أوروبا بصفة عامة، وخاصة فرنسا. ربما الإنجليز والألمان، ألمانيا وإنجلترا مختلفين شوية، لكن فرنسا خاصة بلجيكا سويس، هذو الحوايج اللي حدا فرنسا سما لازكين فيهم. ألمانيا شيء مختلف يعني شوية، لكن في فرنسا الشهادة عندها دور كبير. هو وش قال يعني، وش قالوا هذا الجماعة، والأخير هو اللي عركز عليه، أنه قال يعني لا يهم المستوى الدراسي، المهم تعود عندك خبرة وتعود عندك سما دي بتيت فورماسيون، درت تعلم تخدم ويب، ما يضمنديش عليك شهادة جامعية مش تقدر تخدم في شركة. ممكن عنده حق في امريكا، الله اعلم يعني، هو يعني مش يعني مكذبه سبحان الله، هو يعني ما دام عارف هذه الامور اكيد صحيحه يعني عنده، هو عندهم هما في امريكا. لكن في فرنسا كما قلت او في اوروبا بصفه عامه، خاصه قلت لكم الالمان ما نهضرش عليها وانجلترا ما نهضرش عليها، نهضر على الامور الاخرى اللي الدول الاخرى اللي لازقه في فرنسا بالتحديد، لا سويس وبلجيك وهولندا وهذا كل اوبليجي عليك المستوى الدراسي. لماذا؟ كاين زوج اشياء نفس الساعة، بالناس اللي عندهم الكواغط والناس اللي ما عندهمش الكواغط. الناس اللي عندهم الكواغط دوك نهضروا عليهم، والناس اللي ما عندهمش الكواغط اللي عاد يجيبوهم فيزا تاع فيزا دي
تاع سيجور بور ان كونترا دو ترافاي، يعني باش يجي يخدم هنا في فرنسا. حتى الشركة إذا كانت قابلاتك وأنت ما عندكش دبلوم، ما عندك شهادة جامعية وعندك خبرة كبيرة، والشركة دارت لك لونتروتيان وفدت معاها بالبيان وعجبت يعني بيان وقبلوك، لا ديريكت ولا ليطا ولا الدولة ولا لا بريفكتور ولا لا ديريكت حنا نسموها، ما يقبلولكش. يقولوا له كيفاش عتجيبوا واحد من خارج أوروبا ما عندوش مستوى جامعي باش تدخلوه يخدم معاكم؟ يعني فضوا لي المبرمجين اللي راهم هنا، فضوا، ما كانش حتى روح جيب واحد باك، نيفو باك ولا نيفو متخرج ولا نيفو بريمير جامعي ويدير له فورماسيون وعلمه. ما يقولوا لهمش، الدوسي تاعهم مرفوض. مينيموم باك بليس دو، مينيموم يعني قال عنده باك بليس دو. هذا المستوى الدراسي ما قلت لكمش باك بليس دو في الجامعه في الانفورماتيك، المهم عنده مستوى دراسي باك بليس دو مينيموم باك بليس دو. ومن بعد باش يعود عنده اوفر حظ، هو باك بليس 5 بيان سور، باك بليس 4 باك بليس، باش يعود عنده اوفر حظ يعني يسكتهم جماعه الاداره، جماعه الكوارت يسكتهم بالشهاده هذه. اذا باش يجيبوا واحد من تونس من المغرب والجزائر، لاننا ما نهضروش على الدول الاخرى، هذو هما اللي يعرفوا الفرنسي سما، وخاصنا نهضر على فرنسا، هما اللي يجيبوا من الخارج. والشركات اللي قلت لكم ثلاثه ولا اربعه اللي نعرفهم يعني راهم يجيبوا من المغرب العربي، هذو يعتمدوا على شهاده. والدليل ربما كاين خوا معانا هنا، ربما اللي نهضر عليهم بعد، هذو اللي جاوا لهنا لفرنسا يخدموا في فرنسا، الدليل انهم يدومونديو عليهم باش يخدموا لهم لي بابي تاعهم نهار باش يديروا لهم دومون تاع الفيزا، يبعثوا لهم الفوتوكوبي تاع الدبلوم باش يبندوا في باش تجيهم لاكور تاع لا ديريكت باش يديروا لهم الفيزا، لازم دبلوم، والدبلوم لازم كيما قلت لكم مينيموم باك بليس 4 وباك باك بليس 2. وباك بليس 2 يعني اذا الا اذا كانت عنده 10 سنين خبره ولا فايت 6 سنين، يعني 3 سنين امبوسيبل يعني، الا الله اعلم يعني. يعني حسب عقليتي هنا ما عنديش يعني معلومات باينه، حسب عقليتي هنا لازم تعود عنده يعني 5 سنين خبره وزيد لها يعني باك بليس 2 ممكن يعني تصلح. المهم هو السيد هذاك اللي قال باللي يسموها ما تهمش الشهاده وتقدر تخدم فاسيلمون، وهذاك في فرنسا خاوتي لا، لازم باك بليس 2 مينيموم، هذا بالناس اللي عاد يجيبوهم من هنا. دركا انت راك هنا في فرنسا وعندك وقتك، عندك جيت يعني بكوارت تاع مارياج، جيت بكوارت كنت حارق من بعد عطاو لك كوارت، جيت بطريقه اخرى لقيت بلي راك عندك واحد من لافامي جدك قاوري، ومن بعد فقت بالعفسه ومن بعد درت لي دومون تاع البابي، جيت المهم جيت لفرنسا وانت درت لي زيتيد تاعك في الجزائر وما درتش انفورماتيسيان، مي تقنتب شويه وتعرف ديفلوبي شويه شويه وكذا وكذا. كي تخش تخدم لي زابيل دوفر اللي تلقاهم في لي سيت تاع ماستر لي جودي، وكيما قلت لكم لينكدين، هادو هما لي سيت اللي مشهورين تاع الخدمه، تلقى دي ماي دومونديو عليك مكتوب بعد رانا نسحقوا باك بليس 5 باك بليس 2 باك بليس 3. انت واش ايه مش كي تما تشوف هذيك هذا هذه تهرب من ابعث السي في تاعك، وبعد في لوندريتيان قول لهم لا ما عنديش باك بليس 5، ثم ابعث على روحك السي في تاعك كي تعود راك هنا وتبعث السي في تاعك، ابعث واهضر معاهم، بس من بعد في لونتريتيان مش كي تشوف الباك بلي 5 هذيك هم يحطوا برك، ومن بعد كي يلقاوش لي كونديدا يعاودوا يتنازلوا في الشروط تاعهم. المهم كي جيت هنا لفرنسا نقولوا عندك لي بابي وكذا، بديت باش تحوس مثلا عندك تاع باك بلي 5 ولا باك بلي 4 بس ماهوش في الانفورماتيك، واش لازمك دير؟ لازم دير اي فورماسيون في الانفورماتيك قبل ما تروح تفتش في خدمه في الانفورماتيك، دير اي فورماسيون تاع كور دي، يعني مده الفورماسيون تاع قليله تاع 6 شهور 3 شهور 4 شهور، يسموها دي فورماسيون اكسيليري، اللي هي مثلا قال ديفلوبر جافا نيفو 2 ديفلوبر دوت نت نيفو 1 نيفو 3، فهمت؟ هذو لي فورماسيون تاع 3 موا، قال اكسبير ويب ديفلوبر ويب، فهمتني كيف؟ هذو كل كاينين دي زيكول بريفي اللي يخدموا هذو لي فورماسيون، هذا بتي ديري تاع 3 موا 4 موا سا ديبون، حتى كاين حتى تاع شهر، فهمتني كيف؟ انا ما نعرفهمش كل، نعرف تاع 6 موا 3 موا 4 موا، كاين حتى قالوا لي كاين تاع حتى تاع شهر شهر ونص. هذو لي بتي فورماسيون يسمحوا لك باش تخش في الدومين.
مع انك انت عندك مش عارف اميناجمون، عندك مش عارف انا دبلوم في تاع هذا ارشيتكت تاع، ما عندكش علاقه بالانفورماتيك. واذا حبيت يعني كانت عندك خبره سما في الانفورماتيك حاب تخش في الميدان هذا، مجرد فورماسيون صغيره وتقدر تخش في البرمجه بكل سهوله. دركا المهم تاعو عندك باك بلس 5 باك بلس 2 باك بلس 3، بس خاطي في الانفورماتيك سما تقدر، هذه تقدر. مهم شهادة معها، شهادة تاع انفورماتيك حتى بلا شهادة يعني لازم تقنعهم بصح باللي كيف تعلمت الانفورماتيك وانت عندك سما دبلوم اخر تاع مش عارف كنت ارشتكت في الهندسة المعمارية وديموندي في باس في الانفورماتيك وكنت تعلمت الانفورماتيك، لازم تقنعهم. اذا قنعتهم عندك خبرة قال فوالا تعلمت على برا تعلمت كذا كذا والسي في تاعك يبين يعني، هذيك ثاني يقبلوك ما كان حتى مشكل يعني، هذه ما فيها حتى مشكل. المهم المستوى الدراسي مطلوب. درك راك هنا درك خلينا مجموعة عليه قلنا شرط اساسي بعد باش يجيبوك لازم شرط اساسي. درك راك هنا في فرنسا وحاب تخدم في الانفورماتيك وما عندكش عندك باك، لازمك تخش دير فورماسيون، فهمني كيفاه؟ فورماسيون هذه كما قلت لكم كانت على لونغ ديري وكانت كور ديري، دير فورماسيون صغيره هذيك تاع شهر شهرين ثلاثه وتخش تخدم ثاني، حتى ما كان حتى مشكل ثاني، ما يدومونديوش عليك النيفو ديتود مثلا راك باك، قال فوالا راك عاد تدخلكم واش اسمه واش نقولوا هنا باك سينيور جينيور يعني في الديفلوبمون، وعاد تخش على انك تكنيسيان، ماكش عاد تخش حاجه كبيره يعني، عاد تخش على انك تكنيسيان وتخش تبدا تخدم على انك تكنيسيان، بصح فيها ديفو كبير انك ما تطلعش في النيفو، ديما عاد تبقى في نفس المستوى بنفس الشهريه بالخبره تاعك، سما حتى تفوت 3 سنين الرابعه يقولوا لك انت ما عندكش، ما نقدروش نطلعوا لك في الصالير تاعك الفوق، راك في الماكس، خاطر انت ما عندكش باك بلس كاج باك بلي دو، سما حسب المستوى الدراسي تاعك عندك ان كان دي بارام تاع صالير، قادرين هما قادرين يزيدوا لك يعني هذا حاجه تخصهم، بس قادرين يقولوا لك راهو لوا يقول بلي هاو الماكسيموم تاع باك بيس بيس دو باك بيس توا، فهمني؟ لجديك انت ما توصل تقدرش توصل، ثم عندك ديما الخوف هذاك تاع انت ما توصلش، اذا كان محتم عليك الله غالب اخدم على روحك، ثم هذاك واش لقيت وداو وما قدرش تكمل قرايتك وما كان حتى مشكل يعني، اخدم ماشي نقول لك انا نسد لك بيبان، لا بالعكس اخدم وتتطور بشويه، وبالعكس زيد اقرا في الليل، دير مثلا لاكناد لاكناف هذيك اللي يسموها لافبا ام هذو تاع لي كور دو سوار هذوك، تقدر تطلع بهم قال باك باك بيس دو وتطلع بهم، وكان يعني عفايس اخرين يعني حسب الاكسبيريونس تاع الخدمه تاعك يعطوك مستوى دراسي، سما قال مثلا دخلت بهذاك النيفو وطلعت قال عندك 5 سنين خبره في هذاك المجال، تروح تقدر دير بها واحد ليكيفالونس، يعطوك واحد الورقه باللي المستوى الدراسي تاعك هو ايكيفالون تاع حق، قال مثلا انت داخل باك ودرت 5 سنين بالباك بليس 5 سنين هذيك تاع الخبره، ربما تدي باك بليس دو، ربما انا مش عارف اكزاكت يعني من كان العفسه هذه يعني، والله نسيت اسمها، كان العفسه هذه تفتش عليها برك وتلقى. هذه اللي خوتي اللي حبيت نفهمكم باللي واحد باش يحوس يجيبوه من البلاد لازم يركز على المستوى الدراسي، حتى قلت لك ماهوش في نفس الدومين، حتى ماهوش في الانفورماتيك، ثم المستوى الدراسي ضروري باش يجيبوك. ابري راك في الدومين ولا ماكش في الدومين هذه حاجه اخرى، ثم الخبرة صح تلعب دور كبير، فورماسيون صغيرة برك تكفيك باش مثلا قال عندك فورماسيون صغيرة برك قال في الانفورماتيك تكفيك باش يدخلوك في الانفورماتيك، مي ديبلوم ضروري باش يديروا لك لي دمار ادمنستراتيف، هذا تاع هيه تاع لهنا ثاني كيف قلت لك ما عندوش يعني ما عندوش مستوى دراسي، يقدر يخدم في الانفورماتيك ما كان حتى مشكل، لكن يخدم ديفلوبر ويب، يخدم ويب ماستر لكثرة يطلع الويب مصر ديفلوبر ويب، الاغلبيه تلقاهم في جماعه البي اش بي وجماعه الاتش تي ام ال والسي اس اس هكا تاع حوايج هكا تاع ولا ديزاينر ولا حاجه، لا بريبار يروح يدير فورماسيون صغيره تاع ديزاينر ويب ديزاينر ولا، فهمني كيفاه؟ وتلقى هذاك ما يروحش انجينير دي ديفلوبمون، ما يروحش ما تلقاش في جروب كبيره تاع ديفلوبمون ولا تاع اللي منها تولي شيف دو بروجي منها تولي ديريكتور دو بروجي، سما ديما تلقاهم دي يعني تاع جماعه الاغلبيه جماعه الويب ديزاينر وبي اش بي والحوايج هذيك تاع لي سيت ويب، هذو هما اللي عندهم سما داروا فورماسيون صغيره، قال عنده باك برك ولا باك بيس دو ودار فورماسيون صغيره تاع شهر ولا شهرين ودخل يخدم ديريكت في الانفورماتيك، ماهوش كيما جماعه
كيما راهو يهضر هو قال لك جماعه جوجل مثلا ندير لك دي زونترتيان غير مع عنده واحد عنده عام ولا عامين تاع ديفلوبمون يقدر يدير انترتيان في جوجل. هذا هو الاول، هذا الفيديو الاول اللي شفته قال لك عنده عام ولا عامين خبره خلاص يقدر حتى يدير ديكلونشي دي زونترتيان في جوجل. الله اعلم، ربما كان اللي هنا في فرنسا ما كانش هذه الحكايه هذه، ما عادش عندك خبره كبيره ما تلحقش باش تخدم في مايكروسوفت ولا جوجل ولا، الا اذا كنت يعني حاله يعني فريد من نوعك يعني. هذه المعلومات اللي عندي خاوتي، وربما راني غلط، لانني غلط اكتبوا لي يا جماعه ربما راني غلط يعني. قال هذه المعلومات اللي يعني لي راني متاكد باللي راهي صحيحه، بس ربما تبدلت الحكايه، ربما خطره واحده ومن خدمه الدار ماهوش يعني غير يسمع غير هضره هكا وهكا هكا مع اصحابه مع هذا يعني، ما عندناش يعني مصادر باينه يعني موثقه. ربما كان ديزي يعني حالات يعني خاصه، على الاقل يشرحونا اللي هو الاكيد. الاكيد كما قلت لكم الجماعه هذوك خاصين الجماعه الخمسه اللي قلت لكم عليهم جاو يعني خدمه في فرنسا، دوموندو عليهم لي ديبلوم ولي نيفو ديتيد يعني شهاده الجامعيه بلس ديبلوم تاعك في الانفورماتيك، فهمني لازم شهاده في الانفورماتيك باش يجيبوهم. هذا هما ولي اللي راهم هنا في فرنسا. قلت لكم حتى راهو متخرج من الجامعه قال دخل هنا في حاجه اخرى خلاص ما عندهاش علاقه بالانفورماتيك، دخل في يقرا مثلا مش عارف انا كما قلت لكم هندسه معماريه ولا اي حاجه، وحبس قرايته يقدر يدير كان في الجامعه بعد دي فورماسيون تاع سي موا مع قرايته يزيد يدير هذاك ويخرج والله نسيت الدبلوم معروف عند جماعه الجامعيين ومعروف عند الدبلوم كتخرج بزياده يسمى بزايد في الانفورماتيك. قال تروح تقدر دير الانفورماتيك ومام طون، قال تقرا في قرايتك في الاختصاص تاعك دير واحد العفسه هكا في الانفورماتيك، دارها صاحب نعرفه والحمد لله. بعد ما دارها صاحبي وكذا وخرج ديبيتون في الانفورماتيك، بورتون عنده باك بلس 5 ولا باك بلس 4 في الدومين تاعو، مي الدومين تاعو يطلب الناسيوناليتي الوقت هذاك، كانت لازم درك عنده ناسيوناليتي ربي بارك، مي الوقت هذاك ما عندوش ناسيوناليتي، وهو باش يخدم لازم يخدم في مناطق حساسه، في مناطق تاع ليجيان ومناطق تاع لا بريفكتور، في مناطق حساسه ويدوموندي فيها الناسيوناليتي. على جديك ما قدرش يخدم بالدومين تاعو، اسم على جديك دورها انفورماتيك وبدا بالانفورماتيك، بدا دو بيتون مع انه عنده فورماسيون تاع 6 موا ولا 5 موا دارها اللي دارها في الجامعه، وبدا بشويه بشويه ومن بعد درك هو انجينير في الانفورماتيك، لانه طلع بحسب الخبره وعنده شهاده جامعيه يعني بجنب. هذه هي يا جماعه المعلومات تاعي. درك اللي عنده سؤال اخويا يطرحوا لنا، تفاعل مع التعليقات كي نثري النقاش. يعني قلت لكم معليش نبداو الساعه نشرح النقطه الساعه اللي يعني معاون نجاوب صح، نشرحوا الساعه النقطه اللي هضرنا عليها ومن بعد ندخلوا في النقاش. مهم خاصه الرياضيات والخوارزميات التي يدرسها يعني ما كانش منها خطر، كاين مش شرط الخوارزميات، خوارزميات كي تعود ديفلوبر كامل المكمل قادر تعود ديفلوبمون باز دوني، ما تسحقش الخوارزميات خلاص، كل دي روكات اسكيال تعود فيها من باز دوني وخلاص، تخدم غير كوتي روكات اسكيال وخلاص ما تحتاج. لكن هي لاباز في الديفلوبمون، هي الخوارزميات هي لاباز، اول حاجه هي لازمك الخوارزميات كي تعود تحوس تولي ديفلوبر صح. راح بارطاجي فيديو في المجموعه تاعي، تفضل خويا معليش بارطاجي. الولايات المتحدة تكون تعرف تبرمج ومن الأفضل داير آل علي أمين توحشناك أخويا، داير دورة تاع بوت كامب في مجال تخصص معين، واحد يعرف تكنولوجيا واحدة برك، هذا اللي عند الإقامة اللي عند الإقامة خارج هذا راك منور يا الزعيم. يا أمين يا أمين توحشناك أخويا. يا أخي تفاعل مع التعليقات، أنا تفاعلنا، وش معناها ديبلوم نيفو 5؟ هما نيفو 5 الله اعلم، انا نعرف 1 2 3 2 هو باك بلس 4، نيفو 1 هو باك بلس 5، ونيفو 3 هو تبان لي باك بلس 2 ولا باك بلس 3، تبان لي باك بلس 3 باك بلس 4 بلس باك بلس 5، هذو هما فهمت. نيفو 2 لاني انا مبرمج نيفو 2، انا عندي باك بلس 4. هاو يتعبونا بالعربيه تاع الفرنسي هذه. عندك ان بون نيفو دو بروغراماسيون
maîtriser un langage, par exemple, ma spécialité, système d'information. Khaled Ben Kaddour. راك في فرنسا خالد، سماك تهدر على روحك. قلت خويا لازم تعود عندك سبيسياليتي في الانفورماتيك، سيستم انفورماسيون، وتميتريزي لونغاج دو بروغراماسيون. هنا في فرنسا تهدر ولا كيفاه؟ ما فهمتش. المهم اللي عنده سؤال يتفضل يا جماعة، راكم شفتوا الموضوع وهدرنا في الموضوع، هذا هو لي ميساج. كان شخرين 12 كومنتار، هنستنى في لي كومنتار تاعكم. هي شوفوا، يعني الدليل على واش راني نقول كاين سيت نبعثه لكم بعد، سيت يقول له مونستر، اكبر سيت يعني كخدمة في فرنسا هذا مونستر، وكاين لي جودي. هذا لي جودي ولينكدين معروف، يعني غني على التعريف. روحوا اكتبوا ديفلوبر، ديروا انجينير ديفلوبر، ديروا ديفلوبر بروغرامر، فتشوا على اي عمل وشوفوا اسكو دومونديو عليكم المستوى الدراسي ولا لا. شوف بعينيكم، يعني هذو هما لي سيت اللي معروفين. وجماعة اللي حابه تخدم في الخارج، ابعث السيفيات، ابعث خطر عليها، خطر تلقى شركه باللي عندها، هو قانون مش عارف اكزاكت قداش المده اللي يحطوا الانونس تاعهم، كي عاد حاط عنده الانونس تاعو مده معينه وما جا ما جاهم حتى واحد كوم كونديدا، يقدر يروح يجيب من الخارج. فهمتوا كيفاه؟ ثم ابعد السي في تاعك قد ما تقدر، ربما هما عندهم مده وهم يحوسوا على واحد سبيسيال. نعطيكم اكزومبل، برك جماعه الدلفي، جماعه الدلفي هنا قليله في فرنسا، لي ديفلوبر تاع الدلفي ما كانش هنا في فرنسا. كيف يدير الانونس تاعو مش عاد يرقى دلفي، مي واش عاد يرقى دي بروغرامر دلفي ولا بروفا، الشركات تاع دلفي هم يجيبوا في من المغرب العربي. كي تبعت 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 سي في تاعك ربما يطيح في هذا السيد، السيد هذاك يروح يدير الانونس تاعو ويروح يجيبك، يبعث لك اسمها فيزا تاع كونتر ترافاي. ابعثوا سي في تاعك، ما تقولش امبوسيبل وما يعيطوناش. وصح يعيطوا لك، ديروا معاك لونتروتيان هذاك من بعد ما يعيطوا لكش ممكن، يعني صريبة. عندي واحد صاحبي وظل يبعث 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 يدير لي زونتروتيان، تو سا باس بيان، ينجح كذا كذا، من بعد ما مش عارف اختفوا، مش عارف علاه. كان سبه يعني، اكيد كان حاجه اللي بطلوا عليها، مش عارفين وش هي. وهذه هي اسمه، ابعثوا السي في تاعكم جماعه، ابعثوا 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 سما لي دوموند، كاينين لي دوموند باش ما تقوليش ما كانش لي دوموند. وتو ظهر كل واحد واش كتب له ربي، ربي يخليك خويا. نو جو سوي اون الجيري، جو سوي تروازيام اني دون انفورماتيك سبيسيال سيستم د انفورماسيون. يا خويا انا مانيش نقدم، مانيش عندي شركه، انا باش نخدم الناس. فهمت، هاني قلت لك ابعث، ابعث السي في تاعك، خش المونستر هذا طرطبو، ابعث كل يوم. انا كي كنت انا هنا كنت في فرنسا، لان كنت في فرنسا كنت بس ديبيتون الوقت هذاك، سما جاي بعقليه تاع دلفي ولقيتها دعوه اورينتي اوبجي وكذا، سما طريقه البرمجه تقلبت. سما ملي كنت غير جليسي لي كومبوزون لي طابل داتا موديول ولا عفسه اللي نعرفها كله واللي معروفين بها جماعه دلفي، اللي خطره كي نعود نهضر بلونتي اوبجي درك يقول لك هذا هو جاي من الفضاء. انا كنت جايب العقليه هذيك، كي جيت لهنا غابت لي، يهضروا لي على الحوايج لي الورام مش من اورام تخدم بيه هنا، ما كنتش حتى كلمه اورام ما كنتش نفهمها واش معناتها. فهمت كيف، كي جيت غابت لي بعد، وليت نحس روحي راني ما نعرف والو. بورتون كنت يعني كنت نخدم لي لوجيسيال في الجزائر، كنت نخدم الوقت هذاك في 2004 كنت نبيع يعني لي لوجيسيال، كنت نونكادري. كي جيت لهنا غابت لي، ما فهمتش والو. اول حاجه واش كنت عم نهضر، والله راحت لي الهضره، دخلت فيها حوايج اخرى. كنت صف الله يا ربي، كنت نخش لي سيت تاع مونستر كيما هذا، نبعث مينيموم مينيموم 10 سي فيات في النهار، 10 سي فيات في النهار. حتى انتم يا جماعه كانت عندك موتيفاسيون باش تخدم، ابعث 20 سي في في النهار،
كثرة الشركات مش كيما 2004 2005 2006 كيما دركا شركتهم ياسر، ابعث على الاقل 20 سي في النهار، 20 شركة اتصل بها في النهار وقول لي من بعد ما عيطوليش. فهمت كيف؟ اللي عنده كاستيون اخرى ولا سؤال اخر يتفضل. فجامي بس اللي بقى فوالا، هذه هي هذه اللي نحوس نوصل لها برك. اللي عنده نفحة وعنده خبرة خطرها اكيد اكيد باش غادي يجيبوك من الجزائر ولا من المغرب العربي، اكيد لازم الخبره، اكيد الخبره يعني على الاقل 3 سنين. تراك تقول من 3 سنين يعني كما قلت لكم حتى الشركه تعد موافقه لليطا الدوله تاع الدوله تاعهم اللي هو لا ديريكت ولا لا بريفكتور ولا العناصر المسؤوله على لي ديمارش تاع الفيزا تاع دو ترافاي، ما يكسبتيولهمش ما يقبلوهمش، يقول لهم عجيب لي واحد ديبيتون، راح جيب واحد ديبيتون من تاعنا، انا عجيب واحد من برا. بس كي تجي فايت 3 زون وكذا قال فوالا راني ما لقيتش، درت لانونس تاعي وما لقيتش، خاطر لازمها افوكا، مش اي واحد يروح يجيب، لازم عندهم افوكا تاع لا بوا تاعهم تاع الشركه هو اللي انترفوني يخش يعني يهضر معاهم ويقول لهم بلي فوالا رانا درنا لانونس وما كان حتى واحد كونديدا كوم كونديدا، ورانا لقينا دي بروفيل انتيريسونت وكذا وكذا، ويقنعهم مع دوسي زين. فهمتوا كيف باش يقدروا يجيبوكم؟ زيد لي عنده سؤال. نجاحهم في السي يكون عندهم حظ أكبر في العمل. اللي مدير جيت يا أخي، جيت طلب منك قداش؟ طلب منك 2 ساعة 3 فورماسيون تاع 2 ساعة 3 تاع نص نهار، فورماسيون تاع نص نهار تاع نهار، نزيدك نهار اخر نهارين، تعلم لقيت في نهارين اخويا وحطه في السي في. هذا مكان هي مش يعني معناتها ينقص من مستوى السي في ولا ما ينقصش من مستوى السي في، كي يقول لك تعرف لقيت ولا ما تعرفش لقيت، باللي راك عبد قديم ولا مش عبد قديم، هذه هي حبوا يعرفوك بها، اسكو انت راك تبع جديد سما راك معاهم اجور مع يعني مع السيستم الجديد، ولا راك مازلت عقلية اس في ان وسي فيرسيون تاع مايكروسوفت هذاك شو تسموه يا ربي. فهمت كيفاه؟ بس كي يقول لك لقيت مادام تخدم بالجيت سما راك سامع على اجيل. فهمت كيفاه؟ سما يحوسوا اذا داروها في الجيت اذا هضروا لك على الجيت، هو اكيد يعني كي تحطه في السي في حاجه زائد اخر من حاجه ناقصه، والجيت قداش طلب منك قرايه؟ ما شوف اي حاجه ما ابار يعني دوك نقول لك شيء الابار وشيء، اي حاجه ديرها في السي في تاعك، اي حاجه صغيره وكبيره، اي حاجه تعلمتها ابار وشيء، ما تقوليش مثلا اكسس كوم قاعده بيانات، هذيك عيبه من بالك جماعه عاد نشوف فيهم انا يدير خادم لوجيسيال مش عارف شيء قد سخط، تكي تقرا على اللوجيسيال قد سخط ندير لك اكسس باز دوني اكسس، عم بالك باللي نص تاع اللي حشيته بالكلمه هذه نص تاع البروجي تاعك حشيت عطيته الحس، خطر اكسس هنا يعني ماهوش يستعملوا فيه كوم باز دوني، هنا الاكسس هنا يستعملوا فيه تاع الناس اللي ما تعرفش الديفلوبمون، هما يستخدموا بالاكسس يخدموا بالوورد والاكسل، انت تعرف هذاك حتى خادم بالاكسس ما ديرهاش في السي في، اكتب باز دوني واحده اخرى تعرفها انت على الاقل، لازم تتريش شويه ما فهمتني كيف، مش يعني كذبه 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 بيضه كما نقولوا عنها، فهمتني كيف، المهم لازم تعرف حاجه اخرى هذيك، مثلا درت سكيل سيرفر لازم تعرف سكيل سيرفر، والحاليه اكسس حط سكيل سيرفر. فهمت كيفاه؟ لقيت قال لك اقراها نهارين ثلاثه اقراها خويا، زيد انستالي لقيت انستالي في اللوكال يا اخي، تقدر تخدم به وحدك، اخدم فيه في اللوكال اخويا، اخدم به معاك، اخدم مع الجيت هاب، قال كري كونت في الجيت هاب وابعث كوميت ذاك دير كذا، قداش طلب من عندك 3 ايام 4 ايام، ميتريزي 3 ايام 4 ايام وزيد في السي في تاعك، قاعد يطلعك شويه في السي في، ماهوش حاجه كبيره لقيت، بصح شي غادي يشوفوك اسكو راك جديد ولا لا، تسمى كان كتعرف لقيت بلي راك تسمى راك واجد، ما نزيدش نزيدو نتعبوك ونزيدو نديرو لك فورماسيون، خاطر هما بركا مسلكو ياسر فورماسيون، اش بيك الفورماسيون تاع جيت راهي دير 1000 اورو تاع 4 جور ولا 5 جور ولا سمانه، خاطر يخسر معاك 1000 اورو علاش باش يقريك لقيت، انت وجد له هذه الامور زيد هنيه من 1000 اورو هذيك. فهمني كيفاه؟ قصدي يدير الاعمال لا بليبار يديروا الاعمال تاعهم لقيت، درك غير لقيت اس في ان بدا يروح،
تكنيسيان سوبيريور وتحوس تروح للويب ولا موبيل. يا اخي الويب، الويب اللي فيه البابا، الويب اللي فيه الخبز هو الويب. موبيل مازال ما رقعش المستوى، الويب ما رقعش حتى المستوى تاع الديسكتوب. فهمني كيفاه؟ الويب هو اللي راهو 70% نقولوا ويب اللي راه في المارشي، ثم ركز على الويب. كي يقعد عندك بروفيل ويب راك متهني، كتعود فول ستاك، معناتها تخدم باك وتخدم فرونت. كي تخدم باك وتخدم فرونت معناتها راك فول ستاك. واش معناتها فول ستاك؟ معناتها باللي راك كابابل تخدم ابليكاسيون موبيل، كابابل تخدم ابليكاسيون ديسكتوب، كابابل تخدم ابليكاسيون تاع حتى انفورماتيك باركي، يعني تاع ماتريال انفورماتيك تاع الالكترونيك. مادامك باك بلي راك كابابل الحوايج هذه، ومادامك واب بلي قادر تولي فرونت، تخدم فاسيلمون الحوايج تاع الفرونت. اذا انت ركز على فول ستاك. سما شوف مونشو، احنا نسموها مونشو، ربما هذيك هي مونشو، كل كلش فول ستاك. مؤخرا بدات يظهر كما قلت لكم السي في تاع فول جي اس، فول جي اس انه ولا بروفيل هذا دوموندي ثاني. انت مادامك فول ستاك، فول ستاك واش تزيد له فول ستاك باش يولي فول جي اس؟ زيد له غير نوت جي اس ولا واحده من شبه نوت جي اس، حوايج تاع جافا سكريبت اللي تخدم بالباك. سمعت لي باك اند بس قال سي شارب ولا جافا ولا دلفي ولا سي بلس بلس ولا بيتون ولا اي حاجه تاع باك ولا حتى بي اتش بي، وزيد لها النوت جي اس. علاش؟ باش تولي فول جي اس. سما السي في تاعك تقدر تقول فول ستاك، فول جي اس، باك اند تاك 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 تاك، فرونت اند تاك 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 تاك. سما في السي في تاعك تا اكيد هذاك تخلعهم به. قال فول ستاك الاولى هذه كبيره باينه، قال باك اند تاعك باكش تخدم به، قال كانك تميتريزي سي شارب اكتب باك اند سي شارب، كانك تميتريزي جافا قال باك اند جافا، كانك فول ستاك جافا جي 2 او تكتب باك اند جافا، فرونت اند جافا جي 2 او، جافا سكريبت كذا كذا كذا، فول جي اس افك نوت جي اس. ثم شي في السي في تاعك مع التيتر تاعو بعد تخلعهم. اذا درت فول ستاك فول جي اس بلي هذه زوج كلمات هذو، وانا واحد منهم، انا واحد منهم درك باذن الله نتعلم نوت جي اس برك باش نعاود كلمه فول جي اس هذيك تفيدني، هذيك لاني نعرف جافا سكريبت، نزيد لها نوت جي اس برك وتولي فول جي اس. فهمت كيف؟ لان الباك اند معروف، باك اند تعرفوا تخدموا بالنود ولا تخدموا بالسي شارب ولا بالجافا، ربها واحد يعني الحكايه واحده، اكسي لا باز دوني، اكسي دي فيشي في اللوكال يعني مستوى السيرفر. الحوايج اللي باينين تخدموا على مستوى السيرفر. انا مازلت ما نعرفش النود جي اس، بصح كي نبدا ان شاء الله عاد يعود بنفس الفكره، نفس الفكره اللي رانا نخدم بها حاليا، نخدم في الويب ابي بالسي شارب. يومي خدمتنا ويب ابي بالسي شارب، يومي هذه خدمتي في الباك. سواء لي انا نخدم ويب ابي لي انا باش نكملها بالفرونت، ولا نخدم ويب ابي لواحد اخر فرونت لانه ما عندوش الوقت باش يخدم الكوتي باك اند، يطلب مني نخدم له الويب ابي انا وهو يخدم الكوتي فرونت اند. من النوت جي اس نزيدوها غير على جال باش نخدموا الباك اند، هذا اللي ويب ابي والكوتي باك اند، وتولي كلمه فول جي اس لانك فول ستاك، عفوا لانك تعرف الجافا سكريبت ولغات يعني الباك اند، فول فرونت اند باك اند بلس فول جي اس لانك تريزي كل الحوايج تاع الجافا سكريبت، لان الجافا سكريبت تاع الفرونت تعرفها والجافا سكريبت تاع الباك تعرفها. اوكي، كيل اي لو سالير دان بروغرامور ان جافا ان فرانس؟ حسب النيفو ديكسبيريونس، حسب نعطيك المينيموم كي ديبيوتون يعني متخرج من الجامعه ما عنده حتى خبره، ما عنده حتى ذاك، قول 2600 نت، 2600 نت. قال انجينيور ديفلوبمون جافا جي 2 او، قال متخرج من الجامعه ما عندوش حتى خبره، هذا هو بدا يتعلم، يعني هذا المينيموم، يعني قادر هو يدوموندي 3000 ديريكت. فهمتني؟ ومن بعد كي يولي تولي عنده خبره، قال من 3000 حتى 4000 كي ديفلوبر عادي. فهمت كيف؟ شوف قول 2500 ديبيتون، 2500 ديبيتون جافا. انا نقول بلي مازالت الجافا سكريبت عاد تسيطر اكثر، خاطر راهي مسيطره لحد الان، عندها 3 سنين ولا 4 سنين راهي مسيطره على المارشي حاليا، رياكت انجولار ونود جي اس والناس كل تهضر عليهم. حاسه دي بون حسب الويب اسامبلي، حسب التطورات تاع الويب اسامبلي، ربما تخرج لنا خرجه جديده مايكروسوفت وتحبس لنا من ولا جماعه اللي خدمين النافيغاتور هذا، كيما خرجوا لنا العفسه تاع
لي زابلات جافا يحبسوها من النافيغاتور، السيرفر لايت يحبسوها من النافيغاتور. كما درك انا كنت مبرمج سيرفر لايت، درك ما عادش تقدر تخدم بها، خطر عليها النافيغاتور حبسوها. تخيل منه حبسوا لنا جافا سكريبت، ثم ما ناش عارفين يعني. بس حنا يعني نعتقد زيد على 10 سنين كي ولا جافا سكريبت، ولا 7 سنين، 5 سنين، 5 سنين قولوا 5 سنين يعني، اكيد 5 سنين. درك راي الهضره ياسر على الويب اسمبلي، بصح ام بالي بلي مازال مطوله حكايته. الويب اسمبلي اللي عادي رومبلاسي، ولا عادي رومبلاسي جزء كبير من جافا سكريبت. الويب اسمبلي وش هو؟ انك تبروغرامي قال لك بالسي شارب، قال لك كوتي باك اند، بلغه الباك تخدم بها الفرونت. قلت بروغرامي بالسي شارب، تكمل بالسي شارب حتى في الفرونت، ما تحتاج جافا سكريبت، وتعود رابيد اسرع من جافا سكريبت. ولا قال تخدم بالجافا وتخدم تكملها بالجافا مش جافا سكريبت الفرونت. هذه هي الويب اسمبلي. انا مازال تبان لي مازال نطول الويب اسمبلي، باش يعني رومبلاسي 100% امبوسيبل مع كثره لي هذو لي فريم ورك، فيو، الانجولار، رياكت، ياسر جي كويري، ياسر تايب سكريبت، هذو كل يعني خرجوا يعني مازالوا يزيدوا يتطوروا يعني. اكيد ما نزلت جافا سكريبت هي اللي راهي محتل المرش في الويب، دائما في الويب، دائما في الويب. اما الموبايل حاجه اخرى، حاجه اخرى. كما نظركم في الويب، الموبايل حاجه اخرى. الموبايل ثاني ينقسم من قسمين، موبايل تطبيقات الالعاب هذا شيء خاص بالجافا وجماعه الاي او اس هذوك، والله ماني عارف باش يخدموا بسويفت ولا الاوبجيكتيف سي، هذو ما يتنحاوش يعني مبينين. كيما كي نهضروا على السي شارب ولا جافا، هذو الحجار اللي كاينين في الويب. ابري كاين بيتون وطالع، كاين جافا سكريبت وطالع، كاين يعني كاين امور اخرين يتحركوا يعني يتحركوا، بصح كاين الحجار اللي باينين هذوك ما يتحركوش اللي هي السي شارب احنا عندنا في اوروبا الله اعلم منا ومنا وجافا. واش قلنا؟ اش كنا نهضروا؟ قلت لكم الويب اسمبلي كما قلت لكم مازال ما حكايته ما بانش مليح، ثم لذلك يعني خلوا جافا سكريبت يعني مازال عندها 10 سنين كي والو، ومازالوا يطوروا فيها، مازال تطور النجي اس، مازال تتطور، ثم ربما تعود، ربما منه هكا ماكش عارف، ربما نعود الباك اند نخدموا به غرب النجي اس بالجافا سكريبت يعني. يعني يا جماعه السي شارب، جماعه ديلفي، جماعه هذوك يعودوا يحقروا فينا جماعه جافا سكريبت، ماناش عارفين، ماناش عارفين. هذه ماركتينغ، هذا سوق، هذا سوق، فهمتوا كيف؟ ما تنجمش تعرف كل مره تخرج لك خرجه، مايكروسوفت تطلع شويه، جوجل لها جهه هذاك، فهمت كيف؟ ما تنجمش تعرف. المهم درك انت لازم تعود كلش، كيما قلت لك لازم تعود مانشو، لازم تعود حاجه رئيسيه اللي لها عندها سنين وما ماتتش، اللي هي جافا ولا سي شارب ولا بيتون ثاني ما ممكن، قال لي عندها هذا الحوايج سوليد يعني باينين، وزيد لها شويه جافا سكريبت، تخير واحده من هذو الكبار وزيد لها جماعة جافا سكريبت. قال ابدا بجافا سكريبت عادية، قال والله خير من ضرب الاولى قال رياكت ولا انجولار، وقال له زيد له شوية من جي اس. هذا ما كان هكا راك كاسكيطة. بعد الموبايل، موبايل درك تقريبا للهواة، تقريبا الجماعة اللي متخرجين من الجامعة دركا نافحين وكذا باش يخدموا موبايل، او هما درك اللي راهم يخدموا بهم كما نقول. زلت ما بنتش حكايته مليح الموبايل، ما همش ماناش عارفين وين غادي يروح يعني، حسب رايي انا ما عنديش معلومات موثقه، حسب رايي مازالت الامور يعني ماهيش غامضه في الموبايل. وزيد لا بليبار اللي يخدموا موبايل يخدموا به الابريد يعني، اللي يحوسوا قال السي تاعهم يحوس يمشي في الموبايل برك، الاغلبيه بانيك ويغلب هذا الكوردوفا وجماعه هذوك، وجماعه الرياكت ناتيف ايضا هو مشهور ياسر، جماعه الفلاتر ثانيه جوجل اللي تسعى يعني باش تطلعوا. ثم كاين فلاتر، كاين رياكت ناتيف، كاين الهبريد كما قلت لكم انيك، كاين بيان سور جافا تاع لي جو، هذو ما عادش نحاو جافا والكوتلين، قال سويفت والاوبجيكتيف سي مبينين تاع الحوايج الموبيل ثاني، هذو خاصين بلي جو ثاني كوتي اي او اس، وكروس بلاتفورم ليكزمارين فورمز بيان سور. اسمع هذو هما مبينين يعني كل شويه شويه يعني، مش ما كانش هضره باينه عليهم جماعه الموبيل، ما كانش هضره باينه عليهم. زيد واش نهضروا؟ ماذا تنصح حاملي تي اس؟ حاملي تي اس كان قدرت تكمل دير انجينير كيما درت انايا، انا كنت تي اس ودرت انجينير، وعم بالي في الجزائر الغالب ما كانش يبا خبره. ننصح حامل جماعه تي اس الخبره اخوتي، خبره برك قد ما تقدر، اخدم دي لوجيسيال حتى بلاش، اخدم لي لوجيسيال، وكنت تدي الخبره كي تخدم لي لوجيسيال، ما تقوليش نقرا ما تعلمكش الخبره. النود جي اس اكسبريس اللي ما نعرفهاش، نعرف النود جي اس داكور، بس ما هي اللغة البرمجة السائدة في برمجة الديسكتوب؟
خويا الديسكتوب بدا مش بدا يموت، مات يعني. عندي صديق يعني او هنا حدايا، بعد صديق من المغرب، قاعد عنده بروفيل تاعو دركا ويتعلم في الويب، قاعد عنده بروفيل ديسكتوب، لقي صعوبة كبيرة باش يبدل. فهمتني؟ إذا خاصني إذا كان يسلك مليح وباش يبدل ويرقى صالير خير من واش راهو يسلك، عاد يلقى صعوبة كبيرة. فهمت كيف؟ دركا هو يتعلم في الويب وباش كيما قلت لكم يعود فول ستاك، كي يعود فول ستاك عاد يدوموندي صالير اللي يبغي هو. الديسكتوب كي تقول لي انا اللغه السائده، ما كانش لغه سائده، ما كانش لغه سائده على سائده ولا مش سائده. كل شركه باش تخدم، كل شركه، كان شركات لحد الان بدل فيه وما حبوش يغيروا، مازالوا بدل فيه، وكان شركات غيروا غير على جال المواقع الويب، ما غيروش تولي الديسكتوب تاعهم. انا الشركات اللي خدمت فيهم قبل الكل اللي كنت نخدم انا في الدلفي، وهما اللي سيت واحد استوحم كان اللي خادمهم بالبي اش بي، كاين شركه اخرى لقيتها تخدم بالجافا جي دوزو. ثم المواقع لا هربوا من دلفي، انا دلفي ما يديرش الويب كوراكتومون فاسيلمون، مش كوراكتومون خاطر يدير دلفي الويب بصح ما يديرش فاسيلمون كيما جافا زي دوزو ولا لاسبي دوت نت قبل. انا هذاك البريود اللي عندها 10 سنين الحكايه هذه. ما هي البرمجه السائده في برمجه الديسكتوب؟ يسمى الديسكتوب اخويا نقدر نقول دبليو بي اف. دبليو بي اف ممكن هي سائده في فرنسا يعني، يعني حسب واش راني سامع هو دبليو بي اف دوموندي في الديسكتوب لانه ريش. والله اعلم، هذا ما نقدرش يعني الجواب ماهوش علي واش نقدر ندير درك. اقرا الواب علي، قلت لكم بدا خطره. واش ننصحك خويا بريميراني؟ بريميراني كمل قرايتك ودي الدبلوم تاعك، كما قريت كود الدبلوم تاعك من بعد رب فرش طيب معك يا اخي. والله من هذه العفسه تاع نطلع معاك في الفيسبوك هذه، والله ما نعرفها، والله لحد الان مازلت ماني عارف كيف نطلع واحد لا في اليوتيوب لا في الفيسبوك. كي نتعلمها راني نقول لكم، لحد الان والله ما لقيتش حاجه باش نتعلمها. جي اس بي دركا تقدر تقول ثاني ما عادوش يخدموا بها. عندي صديق انا كنت تسمى الدبلوم تاعي اللي ديته تاع الانجينيرا ديته في الجافا، واصدقائي كل اللي تخرجوا معايا كملوا هما في الجافا، انا رجعت للدلفي خاطر لقيتها كاستيت الوقت هذاك. رجعت للدلفي ومن بعد درك عاود دورت على دوت نت. عندي 10 سنين ملي دورت على دوت نت كيما قلت لكم الحكايه القديمه هذه. الجي اس بي ما عادوش يستعملوه، لماذا؟ لانهم ولاو يخدموا الفرونت كيما قلت لكم بجافا سكريبت، ما محتاجش جي اس بي ولاسبي والبي اش بي. بي اش بي نقولوا مازالوا يخدموا به جماعه اللي بتيت بوات يعني، بصح جماعه جي اس بي اللي عاد يكسر راسه يزيد يخدم لك شو اسمه الجي اس بي في الكوتي فرونت، يجيبوا يدخلوا واحد جافا سكريبت ويخدم لهم الجي اس بي بلونجولار ولا ذاك، ويخدموا لهم بالجافا اللي هي جافا سان الله اعلم، جافا العاديه يخدم له الويب ابي بسبرينج، نظن سبرينغ في الجافا عيطوا لها اللي هو بابي تاع الجافا يقول لها سبرينغ، ويخدموا لهم الفرونت اند بالجافا سكريبت. مش عادي يحتاجوا كيما احنا جماعه دوت نت كنا نخدموا بلاسبي دوت نت بويب فورم. خرج الرازور بلاسبي دوت نت رازور، بدينا نخدموا برازور فيور، ومن بعد لقينا باللي جافا اكتسحت السوق جافا سكريبت، بدينا نخدموا اللي هو بابي بالسي شارب، من بعد جافا سكريبت الفرونت اند بالجافا سكريبت. ثم تحتاج لا اسبي دوت نت لا جي اس بي، هذه الطريقة العادية الحالية. جي اس بي كان جافا جي دوزو يعيطوا لها ليتيليتي دي تكنولوجي جافا جي دوزو و جي دوز اس. جافا جي دوزو اللي فيها الجي اس بي اللي خاصة بالويب، والاخرى خاصة بالامور الاخرى ديسكتوب ولا غيره يعني. هما جافا جي دوزو خاصة بالويب، انا كنت سبيسياليتي جافا جي دوزو الوقت هذاك، ونكرهها جافا خاوتي سامحوني، بصح سمحوا لي ياسر جافا مش جافا سكريبت. جافا سكريبت اوبليجيت نحبها بذا عليها. هشام زاحم حتى
الإلكترونجي ربي يسهل إن شاء الله، تروحوا الإلكترونجي كل اللي تخدموا في الإلكترونجي ولا تخدموا في بلادكم إن شاء الله ربي تزاير تولي منورة وإن شاء الله. وأنا اللي نرجع نولي أنا نحوس على فيزا مش نجي لتزاير، مش نجي نخدم في تزاير إن شاء الله. على ربي حنين كريم إن شاء الله نخدموا في بلادنا أخويا، على على الشيء اللي نخدموا فيه كل يروح الآخرين ما يروحش لبلادنا. ما مينوش يا اخويا دخلت عندنا فلسفة، انا قاعطيني فلسفة، انا مبرمج. قال لك ان تكون مجتهد في المدرسة لا يعني انك ذكي، شكون قال له؟ شكون قال الهضرة هذه؟ هذه فلسفة يا اخي، انا قاعطيني فلسفة. انا ما قلت لك لا ذكي لا مش ذكي، نهضر لك انا واش كاين واش يدومونديو عليك. يدومونديو عليك نيفو ديتود، كما قلت لك مش هنعاود الهضرة. نيفو جديد باش يجيبكم اللي هي لازم الاداره هنا تاعهم، باش يجيبوكم بكونترا كيما اللي جابوا الجماعه هذه اللي راني هضرت عليها. ربي يسهل لهم، ربي يحسن لهم، ربي يعاونهم ان شاء الله معايا بالاتصال، ربي يجازيهم كل خير. خاصه الثلاثه هذوك ما ذكروش يعني ما نساوش الجميل مش اسمه كيما قلت لكم، هذا هو يسمى دومونداو عليهم لي ديبلوم قبل ما يجيو. هذه مش عايزين نهضروا فيها. مرحبا مرحبا اخويا فركو. لانها لا باز دوني ولات يا اخي، ولات دومين وحده، فهمتني؟ كيما دركا قسمه بكري كان ديفلوبر، هو اللي يدير الويب، هو اللي يدير الباك، هو اللي يدير الفرونت. دركا قسمه ولا الباك وحده والفرونت وحده، حتى باز دوني كيف كيف. بكري كان ديفلوبر، هو اللي يدير الكوتي باز دوني، يدير الاناليز، يدير الاركتكتشر، كان يبلي يامال، كان يبلي ميريز، يدير الاناليز، كان يكري لا باز دوني تاعو، يبدا ديفلوبي ويخدم ويخدم الباك ويخدم الفرونت. اللي بكري ما سماش باك فرونت، نسموها انتيغراتور وبروغرامر وانتيغراتور. بكري هكا ويب ديزاينر، بكري كانت كيما هكا الحكايه، ويب ديزاينر وويب ماستر حاجه اخرى ثاني. ويب ماستر يدير كلش، الويب ديزاينر يخدم لك غير الديزاين ولا شي مال سي اس اس. درك ولا الديزاينر ما ولاش يخدم لك غير لا شي مال سي اس اس، يخدم لك غير لي ماكات برك، ولا يخدم لك بال3 دي، يخدم لك كثرت عليه هو دي الخدمه، ما عادش يتوشي لك الجافا سكريبت ولا شي مال. وعطاوها لواحد يقول له فرونت. وبكري كان الانتجراتور هو اللي يهز جماعه الباك ويلصق مع جماعه اللي ويب ماستر ولا اللي ويب ديزاينر، هو اللي يلصقهم يقولوا له انتجراتور يسمى ياجوتي جافا سكريبت، يهز لي ماكات، يهز لي دوني، يلصقهم بعضهم. بس هذوك تبدلت الحكايه، وانا نديرها فيديو نيم بالتفصيل يعني في القناه تاعي ان شاء الله. تقدروا تخشوا القناه تاعي، نعطيكم القناه على الموضوع هذا. القناة نقول الموضوع هذا بالتفصيل. بي اش بي رياكت جي اس، بي اش بي مطلوب خويا، لانه كما قلت لكم الشركات الصغار ديما دوموندي بي اش بي لانهم يحتاجوا، بصح السالير تاعو قليل. الرياكت مليح فرونت اند. واش رايك في سبرينغ بوت؟ ما نعرفهاش. دوجو ما نعرفوش. سي بليس بليس ما نعرفهاش. ودلفي، دلفي نعرفو، سي شارب، دلفي ديسك توب. واش تفضل سي بليس بليس؟ كاني تقول لي واش تفضل. انا ك يعني خبير برمجه، ولا يعني اعوذ بالله من كلمه، انا كمبرمج يعني لاباس بيا، ما بين سي شارب سي بليس بليس ودلفي. كان اعتقد في سي ال ديسك توب دلفي، ما كانش لحد الان ما لقيت حتى حاجه احسن من في سي ال في الدلفي. يعني اذا كان تخدم حاجه عاديه ما هيشريش. كان تخدم بالفاير مونكي، انا نفضل نخدم دبليو بي بي اف بالسي شارب. يعني انا رايي كان نخدم حاجه يعني اكسترا، يعني ابلكاسيون ريش ديسكتوب، نخدمها بدبليو بي اف. كان نخدمها سريعه وفي اقرب وقت وسهله، نخدمها بالدلفي في سي ال. وكان ما نعرفش السي شارب نخدمها بالفاير مونكي، ما نخدمهاش بالفي سي ال، كان تحوسها تعود ريش. طنا في سير
جانجو ما نعرفوش. جانجو وقيلة بيتون وقيلة ما نعرفوش خويا. ميرسي دافونس، ميرسي خويا. لي زونفيرونمون، وين ديف موبيل، كيف راهي ماشي في فرنسا؟ الوين ديف هذا ما نسمعوش بيه بورتو فرنسي مثلا. يا اخي الوين ديف انا نكرهه من اللي خرج ومن اللي ماهوش متخصص بجماعه لي ديفلوبر. ماهوش الوين ديف هذا، ماهوش لجماعه الديفلوبر، خاطينا اخويا. الوين ديف هذا جماعه الفنانين اللي ما يحبوش، يعني مع اعتذار، يعني انا ربما مش بدل، الله اعلم، ربما تحسنوا فيه ولا مش عارف. انا نهضر لك على بكري، انا كيف الوين داف، وما تقارني الوين داف ما بين سي شارب ولا ديلفي ولا جافا ولا حاجه، ما هوش لغه يا اخي. ديجا كان مازال بكري سي، سينو خلينا منه. هو حاجه تاع حاجه ربي تخدم بها جيستيون ستوك ولا جيستيون كذا، الموبيل ولا ما نعرف. ما نسمعوش هنا في فرنسا، ما نسمعوش بالوين داف. المهم الوين داف كنت نسمع فيه في الجزائر. واش رايك؟ روبي كنت نفتش على واحد اخي، كان شركه اتصلت بيا وقالت لي نسحق واحد اكسبير روبي، فهمت كيفاه، وفي المانيا. واخي درت الانونس تاعي في الصفحه تاعي باللي راهم يسحقوا واحد عنده 10 ans d'expérience روبي، ولا 7 سنين d'expérience روبي. ما عندي حتى معلومات عليه. المهم كتبت الانونس تاعي باللي كان شركه في المانيا تسحق واحد اكسبير في الروبي، وبعت لها سي في واحد فريد وتم الرفض تاعه، مش عارف عليها. بداية في برمجة الويب، بماذا تنصحني يا أخي؟ خويا ركز لي على جافا سكريبت، ركز على جافا سكريبت، يا أنجولار يا رياكت. كان قعدت تروح الموبيل منو هكا، روح رياكت باش من بعد تعلم رياكت ناتيف، تولي موبيل ويب وموبيل في نفس الوقت. كان قعدت تعلم الويب برك، دير الأنجولار. ولابد لغة باك، يعني سواء نود جي اس سواء سي شارب سواء جافا. كي سوفت ويب لا بريبار تاع لي باز دوني المستعملين هي اس كيو ال سيرفر او اوراكل، هذو هما اغلبيه تاع لي باز دوني المستعملين. وحاليا يعني منذ قلت 3 سنين ولا عامين ظهرت لي سيرفيس كيما امازون وريد شيفت، هذيك لا باز دوني ريد شيفت، هذو اللي تاع البيج داتا. امازون يدير خدمات تاع بيج داتا، ويدير معها الدوكر والحوايج تاع الحوايج تاع اللي عنده لا شارج ياسر في لي دوني وكذا. انا ما متريزيهمش باش ما نغلطش في الهضره تاعي، ربما راني غلطت ديجا. الحوايج تاع البيج داتا خاطيني ليسونسيال امازون يقدم خدمات، وهذا ياسر كيما لي كلاود هذو اللي يقدموا الخدمات تاع البيج داتا ولي باز دوني هذو كبار. ما انا هذا مؤخرا بداو يظهروا ياسر، لكن يعني في اللوكال ولا في لي سيرفر تاعهم ولا في هذاك نخدموا بالاسكيل سيرفر والاوراكل. اغلبيه تاع الشركات تخدموا بالاوراكل، ولا اما اسكيل سيرفر اما اوراكل. ونكمل لي زيتيود ابري تي اس. قلت لك كي تدي تي اس تاعك في الجزائر ما عندكش وين تروح اخويا، ربي ان شاء الله يعطينا جزائر اخرى برك اللي تقدر تكمل بها دير انجينير. لكن اذا جيت لفرنسا هنا تقدر بالتي اس تاع الجزائر تقدر تكمل بها. ندير فيديو قلت لك في القناه، تروح شوف القناه تلقى بالتفصيل ممل كيفاش جيت بالدبلوم تاع تي اس لفرنسا وتقدر تكمل بها انجينير. زيدوا خاوتي اللي عنده سؤال قبل ما نروحوا نرقدوا. سالي ميرسي بوكو انفورماسيون تري انتيريسون. اوكي خويا، ما نسيتش البيتون، ذكرته 3 خطرات ولا 4. قلت لكم جافا سي شارب بيتون، لكن ماهوش بالصوره اللي راك تهضر عليها. حتى البيتون ماهوش كيما جافا سكريبت. جافا سكريبت كي نقول لك جافا سكريبت نهضروا عليها ياسر، جافا سكريبت نهضروا عليها ياسر، بصح البيتون ماهوش كيما تطلع كيما جافا سكريبت او طالع صح مازال. او هاك البيتون كان دي لونجاج يهبطوا، كان دي لونجاج يطلع بيتون وطالع، بصح مازال سي شارب وجافا في هنا في فرنسا مازال هما الاولين. بيتون مازال ما لحقهمش.
حسب رايي، حسب شو راني نشوف المرشي. ودليلها كما قلت لك، راح الماستر راح الجدي واكتب لي، شوف لي دوموند ولا دير تاع اليومي، هذيك يومي لي زانونس، يجوك لي زانونس تاع يومي. كي شاك واحد يكتب شركه تبعت انونس، يجيك ميل وشوف تاع دوك. تلقى جافا 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 جافا، سي شارب سي شارب، جافا هي الاولى، سي شارب سي شارب، جافا سي شارب سي. ومن بعد يخشوا هذو، خليناهم كاينين سي بليس بليس بيان سور، بيتون تاع بي اش بي، بي اش بي بي اش بي بي اش بي. فهمت كيف؟ لي سيرفيس كلش بلي سيرفيس ويب صاحبي، اللي هي اللي ويب ابي عيطوا لها بكري، لي سيرفيس ويب سوب. دوكا تنحى دبليو في سي اف، حتى دبليو في سي اف مات، ولات لي ويب ابي اس بي دوت نت ويب ابي، ولا جافا سبرينغ ويب ابي، داتا سناب حتى في الدلفي اسمها داتا سناب ويب ابي، ولا الراد سيرفر ويب ابي. خطر داتا سناب مات، كلاه الراد سيرفر. وش بيه السوب اخويا؟ قديم سوب، نحى خلاص ما عادش يخدموا بيه. سلام فرار، يا تعبوني بالفرنسي، هضرنا بالعربية يا جماعة، تسهلوا لي الخدمة. Un problème, je suis développeur full stack, 8 ans d'expérience et j'ai un de travail. De travailler en France avec. خويا بعث لي تاع الخاص، كان عندك اوتوريزاسيون بور ترافاي ان فرانس وعندك دي بروبليم، بعت لي الخاص. كي تعود الجماعه اللي عندهم سما راهو هنا حارق وعنده ديبلوم في الانفورماتيك، ولا قالوا هنا المهم يعني عنده قادر يخدم الحوايج تاع المهم لي زيترونجي والحوايج هذوك، بعثوا لي الخاص نجاوبك ان شاء الله. حتى كما نعرفش انا نقدر نبعثك الجماعه اللي يوروا لك القوانين و... استاذ هناك مشكل حقيقي حاليا داخل الجزائر بالنسبه للعمل الحر. يا ولدي المشكله ما داروه لي ديفلوبر، ربي يهديهم في الجزائر. واحد يدير لك مليون سيت ويب، تمسخرش منها صاحبي. قلت له المرشي لي ديفلوبر، قلت له المرشي الله غالبه والله الله حي الغاشيه، ماهوش قادر يشري باطا دخان، ومن بعد نلومه هنا ما نلوموش، الله يسهل ربي يقدر الخير وخلاص. مش قادر يشري باطا دخان، ومن بعد نقول له علاه درت سيت بمليون، هو الله غالب والله راح من احليل ومن احليل، هو كسر السوق الله غالب. فهمتني كيفاه؟ والله ماني ما نقدرش نهضر، تدخل فيها سياسه ونولي ندخل روحي في السياسه برك، خلينا من السياسه. ما ربي يقدر الخير ان شاء الله، والناس كل ان شاء الله ربي يسهل لها. ومن الاحسن تخدمش مع الجزائر خلاص، تخدم مع الفريلانس، مع جماعه الكويت وجماعه السعوديه، هذوك بين امورهم، بين الصالير تاعهم بين امورهم، هذو خلوهم غير الشركات منهم. تسمى كتب بريفي وحدك، اخدم على فريلانس تسمى مع الاوروب، مع شركات في الخليج، وهذوك تاع الجزائر خليهم يروحوا للشركات تاع الجزائر هكا باش يعاود يطلع المرشي، يطلع السوق تسمى يولي جديد. هذا رايي والله اعلم. هذه كي فول ستاك ديفلوبر، هذه اللي راني نقول لك عليها، هي اللي يعني اللي تري دوموندي. بص درك واش هي تري دوموندي، كيفاه تري دوموندي باش يجيبوك باش تخدم فول ستاك؟ امبوسيبل، خاطر احنا هنا راهم يتخرجوا من الجامعه يتخرجوا فول ستاك. فهمتني كيفاه؟ لازم تاك تتخصص في حاجه اللي ما كانش لهنا، اللي مش لاقيين عليها ديفلوبر باش يجيبوك من تام لهيه. فهمتني خوتي؟ خاطر اذا رقاو لهنا مش عاد يجيبوك من لهيه، لازم تاك تتخصص في حاجه اللي ما كانش لهنايا باش كي يسحقوها يجيبوك. بصح فيها الريسك، هذه هي الله اعلم. كيما جماعة الدلفي ما كانش هنا في فرنسا، على جديك ما يجيبوا من المغرب العربي. بس ما نقول لكش انا راح دلفي من بعد انه تقول لي انا خديت رايك ودرت لي درت الدلفي وندمت، لا ما نقولكش راح للدلفي. كانك راك دلفي ديجا، كمل في الدلفي وابعث هنا الشركة تاعك، ربما يعيطوا لك. كانك اختصاص اخر ابعث، كان عندك الاكسبيريونس، ربما يسحق واحد اكسبير عنده 10 سنين خبرة كيما جماعة الروبي هذيك خطرة يسحقوا خبرة، ولا جماعة بيتون، جماعة ار، هذا كله دوموندي. بس هذا دوموندي لي اكسبيريونس قال تاع 5 سنين 6 سنين 7 سنين، هذا دوموندي ابعث ربما يعيطوا لك. تاع ابعث واش خاسر، ابعث سي فيات ربما ربي سهل.
المارشي تاع اباش سباك سبارك ستاك اوبن ستاك كلاود، هذه حوايج تهضر بالجابونية اخويا سامي، خاطيني انا ما فهمش. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. النات كور خويا كلش بدا يتبدل النات كور عادي كيما النات فريم ورك، ما كان حاجة مشكل، زيد له النات ستاندار خلاص ولا لك نات كور. تسمى الغاشي كله بدا يبدل النات كور، حنا مازلنا مي لا بليبار تاع لي ديفلوبر انا عمالي بهم اصحابي يعني بداو يخدموا بالنات كور عادي، ما فيش حاجة يعني. جي بي دي اوراكل مع الجافا، هذا عشاق الجافا، انا نكرهها بالدم. من سامحني كل واحد حر، سامحني خويا ديدو، ربي جافا تري دوموندي وقلت لك الاوراكل تري دوموندي. سما كمل كمل سيور ان ديفلوبر في ار ار او فرانس سي، شي الاسئله هذه راه ما نعرفهاش خويا، في ار هذه والا ار و سو بلي سيور لي ديفلوبر في ار، واش تقصد بالفي ار؟ ار اون سي كو تي اي اي ا، هذه كاني الاخرى جابونيه، هذه شينويه. أزيد كان ما كانش خاوتي أسئلة أخرى منا. هذا هي نختم معكم، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله نعود وفقت يعني، وإذا كنت غلط اكتبوا لي يعني غلط، وواحد ما معصوم من الخطأ، قدر نعود غلط وقادر يعني المعلومات صحيحة، وقادر تكون يعني فيها معلومات ممكن يعني أخطأ يعني دون قصد. هذه هي خوتي، وحسب المعلومات اللي راني شايفها في السوق، وحسب يعني كان أدلة يعني كما قلت لكم، الموضوع عنوان الموضوع هو هل المستوى الدراسي مهم للعمل في البرمجة ولا لا؟ نعم في فرنسا هنا المهم، سواء كان عادي يجيبوكم من المغرب العربي، لان كما قلت لكم من دول المشرق وكذا ما يعرفوش اللغه الفرنسيه، تسمى لا بليبار تاع فرنسا كي يبغاو يجيبو من تونس مروك الجزائر، كي يبغاو يجيبو واحد من فما، هل انه يعني مهم الشركه؟ ممكن هي بالنسبه لها مش ممكن، لانها هي اولا هي تطلب الدبلوم، لكن ممكن هي تنازل لهذا الامر وتهبط النيفو، قال اعطونا مهم عندك اكسبيريونس، ما يهمنيش انا عندك باك بيس 2 باك بيس 4 ما يهمش، لكن بعد في دي ديمارش على بابي الاداره الفرنسيه ضمنت عليها الدبلوم. هذا هو الجواب، وهذه المعلومات اللي يعني اللي راه عندي، والله اعلم ربما راني مخطئ، اذا كنت مخطئ ماذا بينا يا جماعه اكتبوا لنا الكومنتار وقلنا يا اخي راك غلط، راه كاين الكا هذا كاين الكا هذا كاين، وصحوا بعضنا وتعلموا من بعضنا الكل، واللي عنده معلومه يفيد خوه وخلاص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الى المره القادمه ان شاء الله.